بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد عن كتابنا العظيم ريترين يور برين. اولا كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنبدا نخش في شابتر 2، وهيكون يعني في متعه اكبر من شابتر 1، وهنبدا نتعمق في السي بي تي اكتر. ان شاء الله شابتر 2 بعنوان Understanding Anxiety and Depression. باذن الله يعني هنحتاج 3 فيديوهات نتكلم عن الانكزايتي، و3 فيديوهات تانيين نتكلم عن الدبريشن. هنحاول نكتر عدد الفيديوهات شويه بحيث ان الفيديو ما يبقاش طويل اوفر، فالناس اللي بتتفرج يعني ما تملش. اول حاجه هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده تخص الانكزايتي، وهي ميلز دوج فوبيا. في شخص اسمه ميل، الشخص ده كان عنده فوبيا من الكلاب، فهو دلوقتي الفكره كلها هو لما كان بيشوف كلب هو بيخاف، يعني هو بيشوف كلب بيحاول يتجنبه على قد ما يقدر، بيشوف كلب يعني بيبعد عنه، ممكن يجري، ما بيستحملش ان هو يشوف كلب. بالنسبه للي احنا اتعلمناه بالنسبه للسي بي تي، الفكره كلها هو لما بيشوف كلب بينتابه فكره، الفكره دي بتقول له او يعني الفكره بتكون خلي بالك الكلب ده خطر، فهي الفكره في دماغه كالتالي الكلب ده خطر، فالفكره دي بتولد عنده شعور بالخوف، فبالتالي الشعور اللي بالخوف بيولد عنده سلوك ان هو يهرب من الكلب ده او يحاول يتجنبه بقدر الامكان. والفكره بقى ان يعني لما دلوقتي يحصل افويدنس، لما هو يعني يحاول يبعد عن الكلب ده او يعني يتجنبه، ده بيقوي عنده اكتر، بيعمل رينفورسنج لفكره ان هو شايف ان الكلب ده خطر، وبيزود الشعور اللي عنده بالخوف كل مره عن اللي قبلها، فبالتالي التجنب او الافويدنس ده يعني بيديله كده راحه بالنسبه للشورت تيرم، يعني هو شورت تيرم ريليف، ولكن ده على المدى البعيد بيقوي الشعور بالخوف وبيخلي الفكره اللي هي ان الكلب ده كائن خطر تقوى عنده وتسيطر عليه اكتر من الاول، وكل ما يعني يزداد في السلوك كل ما الفكره تقوى اكتر واكتر. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي الثوتس. الشخص يحاول يغير تفكيره، ده مش بيخليه يتغلب على الخوف بنسبه 100% مره واحده، هو مش بيحصل بنسبه 100% ان هو خلاص غير افكاره فبالتالي يتغلب على الخوف، لا، الموضوع بيبقى ماشي تدريجيا، كل مره يعني بيبدا يواجه الخوف ده فهو بيبدا يقل تدريجيا. وعشان كده هنخش في رقم 3 وهو السلوك البيهيفير. دلوقتي الثيرابيست بتاع ميل عمل معاه كذا اكسرسايز ان هو يدربه على انه ما يخافش من الكلاب. الموضوع ماشي تدريجي، يعني مثلا اول مره خلاه اللي هو يعني يبقى ماشي في الجنب ده والكلب ماشي في الجنب الثاني وكلب صغير. المره اللي بعدها مثلا خلاهم يقربوا من بعض اكتر. المره اللي بعدها جبنا كلب مثلا شرس اكتر شويه. بعد كده خدناهم يعني ميل والكلب يمشوا في نفس الجنب وهكذا. الموضوع يعني فضل تدريجيا الاكسرسايزز دي تدريجي لحد ما ميل ما بقاش يخاف من الكلب، والكلب بقى بالنسبه له حاجه عاديه جدا يعني لا تحمل اي خطر بالنسبه له. رابع حاجه هنتكلم عنها وهي انكزايتي باي نمبرز. دكتور سيث دلوقتي يعني كان بيتكلم على حسب احصائيه معينه ان يعني بنسبه معينه ناس معرضه ان هي يجي لها انكزايتي من حاجه محدده. 18% من الناس معرضين ان هم يجي لهم خلال وقت معين سبيسيفيك فوبيا، يعني فوبيا من حاجه محدده، فوبيا من النار، فوبيا من الاماكن العاليه، فوبيا من الاماكن المغلقه وهكذا. و 13% او 13% من الناس معرضين انه يجي لهم سوشيال انكزايتي ديس اوردر، الرهاب الاجتماعي. 9% معرضين ان هم يجي لهم جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر. 7% او 7% معرضين ان هم يجي لهم بانيك ديس اوردر. وبنسبه 4% من الناس معرضين ان هم يجي لهم اجورافوبيا او رهاب الاماكن المفتوحه او الاماكن المكشوفه. البنات معرضين ان هم يجي لهم انكزايتي ديس اوردر بنسبه 70% اكتر من الرجاله، ولكن اختلاف الجندر ملهوش علاقه قوي بان الشخص يجي له سوشيال انكزايتي ديس اوردر. خامس حاجه معانا وهي فيسز اوف انكزايتي. دلوقتي يعني بدايه بس لازم نقول ان الانكزايتي دي ممكن تبقى يوسفول، ممكن تبقى مفيده. مفيده في حاله ايه؟ ان طبيعي الشخص يقلق من الحاجه اللي هي اساسا ممكن تاذيه او ممكن تتسبب له في ضرر. يعني طبيعي جدا مثلا شخص يخاف لو هو واقف مثلا على سطح والسطح ده من غير سور، وهو مثلا لو قرب ممكن لا قدر الله يقع، فطبيعي حاجه زي دي تخوفه وتسبب له قلق. لما يكون مثلا شخص يعني في نار مثلا على وشك ان هي تمسك فيه او لا قدر الله تحرقه، فدي حاجه طبيعي هو يخاف منها او يقلق منها. ففي الحاله دي يعني الانكزايتي ده مجرد ريسبونس طبيعي من الشخص، وحاجه اصلا بتحميه، لان الشخص لو ما عندوش قلق او ما عندوش حاجه بتنبهه ان هو داخل على خطر فساعتها هيبقى عنده مشكله، ففي الحاله دي الانكزايتي تبقى يوسفول. ولكن امتى الانكزايتي تعتبر اضطراب وحاجه مش طبيعيه ولازم الشخص يعالجها؟
في حالة من الحالات اللي أنا هقولهم دلوقتي حالا. أول حاجة لما الانكزايتي دي تبقى أوفر بلون عن الدانجر الحقيقي، يعني أنا مثلا دلوقتي في مثلا حشرة صغيرة مثلا ماشية على الأرض، فمثلا يعني ممكن حاجة زي دي تتسبب لي في رعب، تتسبب لي في أن أنا يجي لي بانيك أتاك، تتسبب لي في أن أنا أخاف يعني خوف كبير جدا، تعلي لي ضربات قلبي. ففي الحالة دي ده خوف مبالغ فيه، ده كده قلق مبالغ فيه عن الموقف الفعلي. الموقف الفعلي اقل بكتير من ان هو يتسبب لي في كل ده، فدي علامة من علامات ان انا عندي anxiety disorder. تاني علامة معانا ان الانكزايتي دي تكون بتظهر في بعض السيتويشنز، في بعض المواقف، وتستمر لمدة اسابيع او شهور مع الشخص ده. يعني مثلا انا دلوقتي يعني بيحصل لي anxiety لما مثلا بقعد وسط ناس، بحس ان انا مش على بعضي، بحس ان انا كده مش مرتاح، بحس ان انا يعني عايز اقوم امشي ارجع لوحدي. دي في حاله مثلا السوشيال انكزايتي. فيعني لما تحصل في بعض المواقف وتحسسني بعدم ارتياح بالشكل ده، فدي كده علامه من علامات الانكزايتي، الانكزايتي اللي هو الاضطراب اللي انا محتاج اعالجه، مش حاجه نورمال. ثالث علامه معانا ان الشخص كده يحس ان هو ابسيت، يعني متضايق مش مرتاح، في حاجه مخلياه مش على بعضه، الشخص مش عارف يتعامل بشكل طبيعي، اللي هو يعني حاسس اكن كده في لود متحط عليه، اكن كده يعني في حاجه مكتفاه، في حاجه مقيداه، اللي هو يعني حاجه مش طبيعيه. يعني الانكزايتي علشان تصنف ان هي حاجه اب نورمال لازم الشخص يكون ابسيت، لازم تكون مأثره على الشخص تاثير كبير ومخليه متضايق، مخليه مش على بعضه. رابع واخر علامه معانا ان الانكزايتي تكون بتاثر على النورمال اكتيفيتيز اللي بيمارسها الشخص ده. يعني الشخص ده مثلا بيعمل حاجه معينه، تاسك معين مطلوب منه، بيذاكر، بيشتغل، بيعمل اي حاجه يعني مطلوبه منه، اي اكتيفيتي هو مطلوب ان هو يعمله او هو حتى حابب ان هو يعمله، فالانكزايتي بتاثر على الاكتيفيتي ده. فهي يعني لما تاثر على الاكتيفيتي ده وتعوقه وتخليه مش عارف يعمله او يعمله في وقت اطول من اللي هو محتاجه، ففي الحاله دي تعتبر انكزايتي، يعني تعتبر انكزايتي حاجه اب نورمال مش الانكزايتي الطبيعيه. يعني مثلا لما يكون شخص عنده OCD وهو مثلا بيذاكر، فعنده OCD في المذاكره، اللي هو كل شويه يجي له فكره في دماغه ان هو نسى اللي هو بيذاكره، فيقعد يعيد ويزيد فيه، يعني يقعد يعيد ويزيد فيه مليون مره، فبدل ما يخلص الصفحه فمثلا ربع ساعه، فلا هيقعد يخلصها في ساعه او اكتر من ساعه. ده كده حاجه اب نورمال، ده كده الانكزايتي اتسببت في ان هي تعوق الاكتيفيتي اللي الشخص ده بيعمله. ففي الحاله دي هي تعتبر حاجه اب نورمال، مش دي الانكزايتي الطبيعيه اللي هي بتحمي الشخص من الخطر. فدي كده كانت العلامات اللي هي بتدل على ان الشخص بيعاني من انكزايتي اب نورمال، وان الانكزايتي دي محتاجه تتعالج. وبس كده، كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتمنى ان هو يعجبكم وان الكل يكون بيستفاد منه، وان شاء الله سنلتقي في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله جايه. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى ان الفيديوز تكون عجباكم. شكرا جدا.